مرحبا واهلا فيكم بقناتي. بفيديو اليوم رح اعمل وصفة كتير سهلة واللي هي مناقيش بكشك. رح اعمل خلطة كتير طيبة، وليلي ما بيعرف هيدا النوع من المناقيش عن جد بنصحكم تجربوها لانها كتير طيبة وسهلة. مثل العادة المقادير كلها حتكون مكتوبة بصندوق الوصف، وما تنسوا تشتركوا بالقناة اذا بعدكم مش مشتركين، وتتابعوني على فيسبوك وعلى انستغرام. وهلأ خلينا نبلش. المكونات هي زيت زيتون، كشك. هلأ رح أوضح لكم أكتر شو هو الكشك. في عندي كمان بندورة أو طماطم وبصل مفرومين فرم ناعم. في عندي كمان صلصة الطماطم أو شراب البندورة مع معجون الحر، شوية من المي. هلأ المي ممكن ما أحتاجه كله، رح أحتاج كمية صغيرة. في عندي هون الكشك. الكشك عبارة عن برغل مع لبن أو زبادي مخلوطين مع بعض، مجففين ومطحونين، ولما ينطحنوا مزبوط بيصير عنا هيدا الخليط، يعني بيصير زي البودرة. بينوجد بالمحلات يلي بتبيع منتوجات عربية للأشخاص يلي عايشين برا. فأنا هون ضفت زيت زيتون على الكشك، كمان ضفت لهم البصل والطماطم المفرومين فرم ناعم، حضيف صلصة الطماطم ومعجون الحر. يعني سهل كتير، بس ضفت كل المكونات مع بعضها، وهون عم بحركهم كتير منيح لحتى ينخلطوا مع بعض. هلا ممكن تلاحظوا انه المزيج شوي جاف، فبهيدي المرحله رح زيد شويه مي. ما تزيدوا المي كله فرد مره، يعني شوي شوي. هون ضفت شويه ملح، رجعت ضفت شويه من المي، وبخلط كتير منيح لحتى المزيج يصير عندي هيك يعني زي العجينه، عجينه ناعمه. فهيك كتير منيح. هون خلطه الكشك صارت عندي جاهزه. بالنسبة للعجين، عم بستعمل هون عجينة اللي بستخدمها دايما للمناقيش او للحمة بعجين للبيتزا. يعني هالعجينة عندي اياها متعددة الاستعمالات، بستخدمها لكتير وصفات، وعندي فيديو على القناة كيف بعمل هيدي العجينة. رح اترك لكم رابط وصفة العجينة باسفل الفيديو، وكمان حيبين عندكم فوق على الشاشة. فمن بعد ما فردت العجين بسماكة تقريبا نص سنتي، رح بلش افرد عليها خليط الكشك. انا هون حجم المناقيش عم بعملون حجم متوسط، فيكن تعملون اكبر من هيك او فيكن تعملون حتى اصغر من هيك. هلا ما علي غير اني وزع خليط الكشك فوق العجين المفروض بهالطريقه. هلا هيدي الكميه من الكشك بتعمل لي 3 مناقيش وسط بهيدا الحجم. انا بعدين بقي عندي شوي، عملتن تاني نهار، او بنفس الكميه بتقدروا تعملوا 2 يعني كبار، منقوشتين كبار. فانتو بتشوفوا حسب الكمية اللي بدكن تعملوها، ممكن تضعفوا هيدي الوصفة وتشتغلوا على حسب انتو كيف بدكن. هلأ بحطن بالفرن محمى مسبقاً على درجة حرارة 220 لمدة تقريباً ربع ساعة، لحد ما العجين يتحمر وياخد لون حلو. وخلص هون من بعد ما مرق تقريباً عليهم شي 15 دقيقة بالفرن، خرجتن من بعد ما اخدوا لون حلو، العجين عندي تحمر والريحة ولا أروع من هيك. بس قدمتهم مع شوية خضرة وهيك صاروا جاهزين للتقديم. عن جد كتير طيبين، والوصفة ولا أسهل من هيك مثل ما شفتوا. ومكونات الخلطة بسيطة. فهيدا كان كل شي لفيديو اليوم، بتمنى يكون عجبكن، وكمان بتمنى أن تكونوا حبيتوا الوصفة. ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا بالقناة إذا بعدكم مش مشتركين، وتشوفوا بقية الفيديوهات والوصفات اللي موجودة عندي على القناة. وأنا إن شاء الله حشوفكن بفيديو تاني. باي.